ودلوقتي جمعنا مع حسابات الاونلاين عاملين يا جماعه الاخبار. طب احنا في البث المباشر بتاع عثمان عسعد، هسيب لكم البث ده في اول تعليق اللي عايز يشوفه كامل من ناحيه عثمان. ويلا بينا هرم بابو عثمان ورايا، يلا هبع هرم بابو اول حاجه، وبو رمتها لورا ساره. شفت الزجاجه اللي اتحطت دي؟ هو نزل عليها زرع بصل كده. اوعى اوعى اوعى. اديني فرصة يا عم. طبعا يا جدعان معانا بقى، بصوا زي ما انتم شايفين قصي وكرامي وريان وعثمان وتويكسر وليلة زرق. ليلة زرق انا التامن في هرم بابو، يعني مش محتاج اتكلم. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا 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 يلا. طبعا ايه بيجي لي سرعات وانا التامن عادي اهو، عادي عادي اخدنا على كده خلاص. الناس اللي متابعاني خلاص عارفة ان ده الوضع العادي اهو، عادي عادي جدا. ولا 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 كرامي اتضرب كويس. اوعى تعالى حمو جيمر. ماشي 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 ماشي، اهم حاجه تخلع منهم. اخد بس التفاح ده. حلو، مين اللي جاي ورايا؟ ماشي ما جابتهوش، مش مشكله. اختف بسرعه، وسع ريان. حلو قوي حلو قوي. تالت اول تلاته كهربا. لا لا لا. يا كرامي معايا بودي جارد وبيضربني صاروخ، طب هضربه ازاي انا دلوقتي؟ كهربا. ايوه ايوه تعالوا تعالوا، انا عايز تفاحه واحده بس، تفاحه واحده. بيو هي ايه هي بي. ولا 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 الحمد لله. اوه حاطين زجاجه ورا البتاع كويس كده، كله اتضرب. اهم حاجه تبقى خليهم 10 تفاحات عشان تيجي بكل الناس. طبعا اللي معاه درع بس هو اللي عارف يفلت من الكهرباء، غير كده كله هيتضرب. يلا يلا عايزين نشد يا جدعان. انا اتضربت من اللوبي كله بالترتيب، كل واحد جه كده مس عليا، قال لي مسا مسا يا رؤوف، قلت له مسا مسا يا زميلي واتضربت. ايوه بقى ايوه بقى ايوه بقى يا جدعان، اللفه الاخيره بتيجي بسرعه. ماشي 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 تعالى. ايوه لا يا سرعه. ايوه معلش هتوكسر. استنى قصاي استنى قصاي. ولا 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 كويس 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 كويس. ضربت توكسر في حته صعبه فما اعرفش يجيب لي اختصار، ف خامس خامس مركز خامس، دي حاجه كويسه جدا. اول عثمان عاش عاش عاش. ندخل على اللي بعده، ندخل على اللي بعده. يلا بينا 1 2. يا نهار ابيض عدوا يا جدعان. اوعى ده مين اللي ضرب ثلاثه بقنبله ده؟ اكيد كرامي. ماشي وي وسع وسع وسع. ايوه 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 اجري 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 يا جدعان. بلاش كرامي ده بيجي له 19 قنبله في الصندوق. ولا ماشي بص القنابل، بص القنابل بيرمي في كل حته قنابل. لا يا ريان ماشي اعطاني واحده بالدرع كده زي الفل. اوعى اوعى اوعى. ايه التي ان تي ده كله؟ ايه ده حفله؟ كويس اوعى. مشكله مش مشكله، قريب من تيربو. يلا بينا. ازاي استنى توكسر استنى توكسر. لا يا عم السهم اللي تحت يا عم يا عم يا عم انا دوست يا عم. اوه هو ازاي السادس وبيجي لي بودي جارد عادي كده؟ خد يا عم. انا بيجي لي سرعه ليه طيب وانا السابع كده؟ تعالى حمو جيمر يا هوب. اوه جاله درع. ماشي
خليني كده، خليني ولا مرة جبت الاختصار ده. ايوه يا اخي يا اخي. وقعت كتير انا وقعت ملهاش اي لازمه. نحاول بقى نعوض بقى. اوعى اوعى اوعى. دي القنبله اللي ماشيه ملهاش صاحب. ماشي. استني يا عيني. اوعى قصاي. اوعى اوعى اوعى. كويس. ايوه ايوه. لا درع مهم جدا يا جدعان. اوعى اوعى. ايوه. لا اعمل ده ما عملش. هتروحيه مش مشكله. ماشي. قريبين من التربو الازرق كده كده. يلا بينا. لا لا نط 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 يا عم بقى. يا ترى هل هدخل مركز رابع ولا هيضحكوا علي؟ ايه ده؟ يلا يلا يلا. رابع كويس. ماشي ماشي. كرامي تويكسر ريان وانا الرابع. بعد كده في قصي ورحمون وعثمان وحمو جيمر. التمانية جامدين يا جدعان. ماشي ندخل على اللي بعده. ندخل على اللي بعده. يلا بينا. حديقة الديناصورات. نعمل كده. يا عم السهم اللي تحت يا عم. خدتش صندوق. ما خدت. مين راجع ده؟ عثمان. ضربت عثمان؟ ايه ده؟ ده كله راجع، في ايه؟ كويس. يا هيرو، ايوه اضرب اللي قدامك يا هيرو كده. حلو حلو. قصاي، ماشي وسع هيرو. وسع قصاي. ازيك يا ريان؟ يا ريان. لا لف وارجع تاني. اتجاهك خاطئ يا عم. عارف ان هو خاطئ. ماشي ماشي ماشي. يجيب يجيب يجيب. ايوه كده. عارف ان في زجاج انا عشان كده واخدها على واسع. مش مش كله على الخريطه. قريب من بعده. بسرعه انتنا. اوعى عثمان. مش دعوه انت اللي جيت ضربت نفسك في الدرع بتاعي. يا اخي وليتني ضربتك والله يا قهر. تعالى بحط لك الزجاجه دي عشان ايه ما تعرفش تاخد السرعه كويس. ولي لهوي على اشرف. كويس عثمان لبس الصندوق. اخري بقى براحتش. اوعى. حمو 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 خدها من بعيد. معاه درع للاسف. مش عايز اطقشهم في بعض. مش عايز اطقشهم. اوعى. حلو 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 حلو. تعالى ريان تعال تعال. لا لا يا عم اعمل تربو قلت لك. كويس كويس كويس. ايه ده كله ده؟
يا ساتر هرب. ماشي. يا لهوي يا لهوي، اوعى 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 ما لابسش برضه وعمال ايه. يا هيرو انا اسف يا هيرو اني ضربتك قبل كده صاروخ، بس كان عادي يعني صاروخ محبه. بسرعه بسرعه هضربه بالسرعه ازاي؟ طلع لا رد لي الصاروخ يا عم بقى. اللفه الاخيره مين ده؟ يا عثمان يا عثمان. ها ده صواريخ وبودي جاردات وبتاع. ايه يا جدعان الحاجات دي مش بتجيلي ليه؟ طيب سرعة 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 السرعة السرعة السرعة. يلا يا عم يلا يا عم يلا يا عم انت شلل. يعني في واحد جاله كهربا وضربني كهربا، فين انا الكهربا ما بتجيليش ليه بقى؟ ها؟ وايه الصواريخ دول مش فاهم انا. المركز الاخير وما دخلتش في الوقت كمان، ما شاء الله عليا. ندخل على بعض، ندخل على بعض. يلا بينا. خد يا ليه ما لحقتش. ما جابتش حد منهم. اوه يا هاب. كويس كويس كويس. ازيك يا عثمان عامل ايه؟ كنت بكسر الضرب وبقى ورايا وعثمان قدامي، دي حاجة ما تطمنش. هما كمان الضرب وبقى هما الاثنين قدامي. ثانية تكسر بس الصندوق ده بتاعي، ابعد بقى عني بقى عشان ما اضربكش بالدرع بقى. اوه لبس عثمان. كان قدامه الزجاجة يعني ماشي. ما ايه ده؟ ولا 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 ما تضربنيش. بس اضرب ايهاب. ايوه يا عيني. تعالى. ايه ده؟ ازاي يا عم انا ضربته بالدرع؟ ده جاله الدرع بتاعي؟ ولا انت هكرت الدرع بتاعي؟ ولا تويكسر غشاش يا عم انا ضربته بالدرع وهو ما كانش يعني هو ضرب الورقه بالدرع فكان معاه درع تاني. هل بقى انا ضربته بالدرع فهو فعل الدرع التاني ودلوقتي ده الدرع التالت ولا ايه اللي حصل؟ طيب هو جالي انا كمان. ايه ده؟ في ايه؟ غريب غريب مريب. تعالى جيمر خد الصندوق الحلو ده يجيبه. لا بس يا عيني يا عيني يا ابني. تعالى بقى تكسر بقى. صاروخ جابه. انا كده خاف. اوعى يكون معاك قنبله اوعى يكون معاك قنبله اوعى يكون معاك قنبله. انا عشان اعرفك. كويس الحمد لله جاله صاروخ الحمد لله. اوعى الصندوق. يا لهوي يا ابن اللعيبه. شفت حتى الصندوق فين؟ نهارك لذيذ. لا انت فلت. اه يا عثمان ماشي فلت من الزجاجه ازاي انت؟ خد ريان خد ريان. لا استنى الصاروخ مش هتجيبه هنا هتجيبه قدام شوية. بس لازم اقرب منه شوية. استنى مش هتجيبه كده. الصاروخ بطلت عن العادي كمان ولا انا متهيألي؟ اضطرت تبقى اسرع من كده. اوعى عيب. ولي 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 ولي. اوعى اوعى اوعى. كويس.
اوه لبس واحدة سيئة. نهارك لذيذ معلش. ماشي يا جدعان التلغيم ده مين اللي بيلغم ده كله؟ اوعى اوعى قدامي عثمان. ماشي اوه منبه خد اقول لك خد اقول لك يعني منبه جاي في اخر لفه يا اخي يا اخي حرام عليك مش هلحق اعمل اي حاجه مش هستفاد منه كده اهو خلاص قدامي مش هلحقه خلاص 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 للاسف مش هلحقه لان ما خلاص لو كان في يعني لفه كمان كان ممكن الحقه يا هيرو بتطبقني ليه يا هيرو ندخل على اللي بعده ندخل على اللي بعده يلا بينا ايوه حلو لا لا يا عثمان انت جاي قدامي تاخد الصندوق بتاعي انا لا حول ولا قوه الا بالله ماشي يا بني ادمين يا عم يا عم حتى يعني الدراع مش معايا وجايبين لي سرعات 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 وانا التام ماشي يا عم ماشي ماشي انا موافق على البادي جارد حلو مع ان المفروض تجيب لي ساعه تجيب لي كهرباء بسرعه ايوه ايوه ريان معلش اه استعجلت انا عليها استعجلت استعجلت المفترض كنت تخليها بعد ما يعدوا السرعه كانت هتجيبهم كلهم هيضيعوا السرعه بتاعتهم خد يا عثمان يا والله زكا اشرف عامل ايه لا يا اخي والله ايش وضعك يا معلم لا بس ولا ايه ولا ايه اه يا تويكسور الثلاثه اللي قدام دول ما يعني تركوا تستنى اضربهم بعد السرعه بس انا استعجلت ما صدقتش ان جالي الصراحه ما صدقتش الحاجات دي ما بتحصلش يجي لي كهربا وانا الاخير ازاي يعني مش 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 انا دلوقتي قدامي توكسر وقدامي اتنين تانيين عايز ابقى في اول ثلاثه بس عايز ابقى في اول ثلاثه هدفي دلوقتي ان انا اسيب ايه ايه ده ماشي 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 الكهرباء جاي كويس قوي كويس قوي معايا درع الحمد لله وسع حلو دي مشحونه كمان يا عيني يا عيني انا هتجيبنا كلنا حلو قوي حلو قوي اوعى القنبله يا لعيب يا تويكسر يا لعيب ذكي ذكي والله بيرمي قنبله يمكن تضربني برضه هو هيضرب الكهرباء هو استنى التالت 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 خد يلا الاثنين اللي قدامي دول ماشي خلاص 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 حلو التالت التالت يا جدعان التالت اتضربت واتدمرت والدراع فصل والتالت الحمد لله الحمد لله اول ثلاثة الحمد لله بص الثلاثة اللي ورايا مين؟ تويكسر وريان وعثمان تخيل الثلاثة بيجروا بص الثلاثة عمالين يبدلوا مراكز مع بعض اصلا تمام وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة هبدل بقى الشخصية والعب بشخصية تانية ده هيبقى بالنسبة لكم انتوا الفيديو التاني انا لسه هكمل معاه متنساش بقى لايك سبسكرايب الحاجات الحلوة دي اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت واستنى الفيديوهات اللي جاية ويلا سلام